أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن ماندي نايت رو اللي كان عرفنا عن بعض المباريات في سامر سلام، قدموا عداوات مختلفة، وفوق هذا حسيت العرض كله بروموهات. نعم، نبدأ مع الجاجمنت داي، أكيد موجودين في كل مكان يقولون السيطرة التامة من الفريق هذا على ماندي نايت رو. ديميان حامل الحقيبة ولقب عالم للسيدات مع ريا ريبلي، ولقب وزن الثقيل في المستقبل بيكون لفين بالر. شفنا فيديو لفوز دومينيك ميستيريو بلقب شمال أمريكا، وصل صاحبنا وريا تقول هو أجمل رجل في الكون. يا عدل، كالعادة يوم يسولف تسمع الاستهجان بشكل كبير من الجمهور اللي تعودنا عليه. سامي زين وكيفن أونز موجودين، أخيرا أنقذونا يا شباب. صبر سامي، ما عملنا نفس الشيء الأسبوع الماضي؟ هم يسولفون نحن نخرب عليهم. دوم، ما حد مهتم فيك، اسكت يا أخي. لا، لا تقل احترامك، أنا بطل. وسامي قال صح، دامك بطل ليش ما تنافسني في مباراة فردية؟ الأسبوع الماضي قلت لازم تلعبون على لقب التاك تيمز، فهالمرة شو رأيك نلعب على لقب شمال أمريكا؟ وريا ريبلي تقبل، نعم بس الحبيب متشتت، شكله ما بغى يوافق بس غصبا عنه. نعم، السيجمنت عادي مع اني معجب بالجاجمنت داي، بس قمت اشوفهم في كل عرض. يعني عندك نجوم، خلي يقدموا لك بروموهات بدال الحبايب هذيل. كيفن أومنز ممتع على المايك، وسامي نفس ما قلت في فيديو الاخير ما قمنا نحس باهميته. الحبيب كان في مين ايفنت راسلمانيا الليله الاولى، وكان في اهم قصه في الدبليو دبليو اي اخر كم شهر قبل ما يفوز بالقاب التاك تيمز، والان تحس بلخبطه. يعني اول شيء عداوه مع امبيريوم، شفناهم مع مات ريدل، والان الجاجمنت داي، وباقي اسبوعين بس ما ندري اذا بيدافعون عن القاب التاك تيمز في سامر سلام. بيكي لينش ضد زوي ستارك، اذا فازت راح تلعب ريماتش مع ترش. قدموا مباراه جيده، وترش تدخلت مع الهيد بات، فرت القناع داخل بس هم ما نفع الموضوع، وبيكي فازت المباراه. يعني بنشوف الريماتش قريبا. الكابوس الامريكي كودي رودز موجود ومتالم بعد هجوم بروك ليزنر الاسبوع الماضي، يقول what you wanna talk about، شفت بروك ليزنر يهاجمني بالكرسي في مدينتي وجدام امي وانا منبهر. الحبيب هذا فاز بلقب اليو اف سي، كان لاعب في الانفل، حتى نقدر نسميه مستر سمر سلام. ايه بس امي مش منبهره فيه ابدا، شافت تيري فانك يفر نار على ابوي وشربت شاي كرك مع جوردن سولي، لأن بروك ما خلص شغلك معاي وأنا بعدي أتنفس، ما بروح سامر سلام للفوز، لا بهزئك قدام الكل في مباراة وانت تستحق هالشي، لأن اللي بيننا بخلصه بيدي. كلام جميل من كودي صراحة، أكيد لازم يفوز، وإذا بيكمل مع براي وايت، يعني لو براي كان بالشخصية القديمة مع الوايت فاميلي آكل العوالم بيكون شيء جميل. يعني ما نبي نشوف أنكل هاودي الدمى، لا خزعبلات هذه خلها عصوب وخلها يرجع نفس ما كان قبل، صدقوني بينجح. ويمكن تفكرون بمباراة هاوس أوف هورورز، يعني يمكن تنجح مع كودي، حاولوا معاه. نعم، المذيعة جاكي مع ريكوشي تسأله عن لوغن بول، أنا أشوف الولد يسوي لي أبيه في العروض لأنه يوتيوبر، وأنا بقول له كلامي وجها لوجه في الحلبة. برو مالك أمل على المايك، صدقني لو شفنا شقلبات والجمباز منك أحسن بكثير من ما تفتح حلجك، بس خلنا نشوف البرومو بعدين، إيه ننتظر. سامي زين ضد دومينيك ميستيريو على لقب شمال أمريكا، المباراة لا بأس، سامي متحمس ودوم يحاول طبعا مع التدخلات من ديميان، كيفن أوينز وقفه، الحكم شافهم، طرد ريا ريبلي، بريست وكيفن أوينز. يعني الآن مباراة فردية وما في مجال للغش، لا. وأنا قلت لو سامي زين فاز باللقب يعني بيرجع للعرض اللي بدأ فيه NXT ويمكن نشوفه في كذا مباراة، بس لا، تشوف ريا ريبلي وديميان يفرون كيفن أوينز، سامي تشتت ودومي ثبت على السريع للفوز. حتى الدكاترة عند الحبيب تشوفه متألم، وكان غريب شوي لأن ما شفنا جاجمنت داي يهاجمون كيفن، فروا بس. فبعدين أشوف السوشيال ميديا من حساب وورك رسلينج يقولون كيفن أوينز فعلا مصاب، ودخل الموضوع هذا في السيناريو، يعني في احتمال يبتعد، وإذا كانت الإصابة خطيرة يعني في احتمال يتخلون عن ألقاب التاك تيمز، وأنا ما أبي أشوف هالشيء. يعني أنت بنيته كامل من البلود لاين، رومان رينز، الأوسوز، فازوا بالألقاب وأنت ما قدرت تستغلهم بالطريقة الصحيحة أصلا. بداية بعد راسلمانيا لو تذكرون كانوا يسولفون عن الأوسوز، طيب ابتعدوا عنهم، ما شفناهم في عدوات مهمة، وحين كيفن أوينز ينصاب ياخذون ألقاب التاك تيمز منهم، لا أرجوك ارجع بسرعة وقت. ريكوشي يسأل ناكامورا يقول له أنت شفت لوغن بول؟ لا أنا ما شفته. تشامبا وصل قال له شوف، الأسبوع الماضي خسرت بسببي أنا، وأنا بتقبل الشوتة سويته الأسبوع الماضي، أنا بتقبله، بس عندي مباراة اليوم مع برونسون ريد، أتمنى ما تتدخل لأني ما بقبل أي شيء ثاني
منك. جميل، نتفاهم الشباب، نتكلموا مع بعض. وناكامورا ما قال شيء، يقول لك خير الكلام ما قل ودل. بالضبط. الجاجمنت داي مر المليون، شافوا أبولو كروز مع كيرا توزاوا. دوم يقول كيف ما تحترم البطل؟ أبولو مستغرب، يقول انت ايش فيكم متنبرين على كل واحد ورا الكواليس؟ ديمين قال عندك مشكلة معانا ولا كيف؟ طبعا كيرا توزاوا خاف، ايه مشى. وأبولو قال تعال نافسني في الحلبة. ديمين وافق. بعدين توزاوا رجع وقال له اكيد انت بتفوز. يا خواف. برونسون ريد ضد توماسو تشامبا، قدموا مباراة لا بأس. نقدر نقول الجمهور ما كان متفاعل من البداية، بس كل ما كملوا أكثر تفاعلوا معاهم بشكل أفضل نقدر نقول. طبعا قرقانو ما نعرفه وين، يب مختفي تماما، يعني برونسون ريد قعد عليه. نعم على تشامبا المسكين، هذا الحبيب عصب وشال برونسون ريد. ولا قوي الولد. ناكامورا وصل شتت انتباهه، ثاني مرة نشوفها في العرض هذا. وبرونسون فاز، أو بيج برونسون ريد لقب الجديد، فاز بتسونامي سبلاش. إيه يعني في المستقبل بنشوف ناكامورا ضد تشامبا، هذه بتكون حلوة. نعم، بس اللي شفناه هني موضوع ناكامورا برونسون ريد، قبل كنا نشوفهم مع ريكوشي، الحين شالوا ريكوشي خلوه يلعب مع لوغن بول ودخلوا توماسو تشامبا بالموضوع، نفس السيناريو صراحة. ما نقص على بعض. ريا روبلي تهاجم ليف مورغان قبل بداية المباراة، والسبب نفس كيفن أوينز، ليف مورغان مصابة. وشي جميل أنه بدل ما يختفون تعمل قصة وتشرح الموضوع في السيناريو، شكله فعلا راكيل بتلعب ضد ريا روبلي على اللقب قريبا، ما نعرف إذا ماندي نايت رو أو سامر سلام. ألفا أكاديمي يبغون مباراة فردية بين ماكسين وفالهالا أسبوع القادم. أوف يا شباب لازم نتابع، صدقوني بتكون خمس نجوم. يب، واللي مهتم بالمباراة هذه يكتب لي صبع سولو في التعليقات. ريكوشي في الحلبة يقول أنا قاتل لكل فرصة في الاتحاد، أسافر لأيام وما أشوف الأهل، أقدم كل ما لدي، أشتغل، وأنت بكل سهولة تدخل المجال؟ لا، أنا أتحداك في سامر سلام. ولوغن بول هاجم من وراء وقبل التحدي. نعم، بس قبل ما أكمل يا شباب، ليش يصور نفسه بالطريقة هذه؟ ماسك التليفون عكس، هذا مو بسيلفي يا برو، كيف تعرف أنك في الشوت برا الشوت؟ ما في أمل. يقول هو أفضل واحد في الدبليو دبليو إي، وريكوشي وكله سوبر كيك. بس ريكوشي شوف يوم تسوي الحركات، نعم بهلوانية ما بهلوانية، جمباز اللي تبغي تسويه، الأمور هذه أنت فالح فيه وناجح، بس لا تمسك المايك. بس واحد يسولف أنت تشقلب، إيه حركة حركتين الجمهور ينبهر وخلاص أنت تكمل. شينا بيزلر تتحدى روندا راوزي في قتال، بس شكله ستريت فايت. ما أدري. لوغن بول تعال تعال، ايه شفت هذاك الاقرع مو احترافي وانا الضحية هني، الاسبوع القادم بفقس راسه. مو قصدي شيء، بالعكس القرعة حلوة، وحط ايده على راس بايرن ساكستل. والاقرع الثالث أبولو كروز خسر ضد ديميان بريست في مباراة سريعة بحركة ساوث اوف هيفن، مباراة عادية كانت. نعم، فالهالا تقبل تحدي ماكسين، وثلاثتهم كانوا في الادغال او مزرعة ما ادري. نشوف الفيس تو فيس بين جونثر ودرو ماكنتاير، يقول تبغي تنافسني على لقب القارات؟ انا رجعت البهجة لا مو بهجة، رجعت قيمة اللقب والبهجة للجماهير، وانت فشلت في كلاش ات ذا كاسل، فزت عليك في راس المانيا، واذا تبغي فرصة عادي بفوز عليك مرة ثانية. ايه في راس المانيا انا قدمت كل شيء، كليمور توبي، وانت في اللحظة الاخيرة دخلت وثبت للفوز، بس هالمرة بننافس في مباراة فردية، يعني ما تقدر تغش، بدمرك وفوز بلقب القارات. كلام جميل عن يومه. درو شوف، درو لازم يسولف. نعم تعطي المايك حتى لو الكلام تعبان ينجح غصب. لا لا انت كيف تسولف مع الرينج جنرال؟ اقول تعجبني ترى. ايه شكلك حلو، القصة جميلة، واللبق في الكلام، ليش ما تكون زعيم امبيريوم؟ لا لا تقل احترامك. عيال شو رايك نلعب مباراة الآن؟ نحتاج حكم بس. يب، ولعن خيره في المباراة، حتى مارسيل المسكين يتحمل الضربات، أو قصدي لودفيغ أعطاه تشوب قدام جونثر. هني جلب الموضوع ونشوف الحبايب مع بعض. أجمل شيء إنه ما فرقوا جيوفاني في فترة، يعني عملوا تيز إنه يمكن يرجع NXT، لا خله مع الفريق. ما أدري ليش يحبون المشاكل في الفرق، يعني كل فريق عنده سالفة. لا جيوفاني لازم يكون مع امبيريوم. وهني قدموا مباراة جميلة جدا، ودرو فاز بالكليمور، أجمل شيء في العرض يا شباب. هني امبيريوم هاجموه، ونشوف مات ريدل ينقذ، بس النمساوي غسله، ودرو دمره بالباور بومب فوق طاولة المعلقين. نقول له أهلا بعودتك يا أخي، صراحة مكانك كان فاضي، وبنشوف أحلى شغل بين الاثنين. صدقوني مباراتهم بتكون من أجمل مباريات السنة، وأتمنى يكون في سامر سلام ومش ماندي نايت رو. يب،
روندا راوزي تقول شينا تتحداني في قتال، لا هذا أهم قتال في حياتها، وتقبل التحدي. اللي مهتم بالمباراة هذه يعني لا ما يحتاج، لا تسوون شيء، اللايك بس كافي. الأسبوع القادم بنشوف بروك لزنر يرجع في ماندا نايت رو، طبعا ما يطول الحبيب، يظهر دقيقتين ثلاثة ويمشي. نفس الشيء مع لوغن بول. بالمين إيفنت شفنا فين بلر في الحلبة لتوقيع العقد. يعني بسمي حلقة اليوم كلامنا واعم يا شباب، والله العظيم كركر كتير صدقوني. البرنس يقول آدم بيرس مشغول بسبب مشاكل المصارعين، وسيث تعال أنا منتظرك من زمان، نشوف الحبيب ونقول له مبروك لأنه لبس على ستايل كائن حي. نعم وقع وفن متردد، يقول له أنت مستحيل تفوز في سامر سلام، يمكن بمعجزة بس بعدين ديمين بريس بيعمل كاشن وبيفوز باللقب. وأي نتيجة كانت في العرض بيؤدي لنهاية الجوجمنت داي. فين بلر هم وقع يقول له أنت عامل نفسك ذكي، على حسب كلامك أني لو فزت بخسر بالأخير، ونشوف الجوجمنت داي حوالين الحلبة. إيه أنا خسرت قبل 7 سنوات، كل يوم أفكر بالموضوع والآن بنشوف الجواب. الجوجمنت داي هاجموا سيث رولينز، سامي زين حاول ينقذ بس ما نفع الموضوع، فين بلر غسله، وساوث اوف هيفن بن ديميان بريست، هني كل واحد بالدور يهاجم سيث رولينز. عجبني السيجمنت وتحس ان فين بلر عنده كره في قلبه، واليوم شفنا الفريق متحد، بس في فرصه لديميان بريست يعمل كاشن في سامر سلام، وتخيل فين بلر جريب يفوز بس ديميان يتدخل ويفوز بلقب وزن الثقيل. اوه بيكون نار يا شباب، وعرض اليوم عكس النار، الرماد الثلج ما أدري، كان عرض عادي يا شباب وكلام كثير. أجمل مباراة كانت بين درو ماكنتاير ولودفيج، روحوا شوفوه. وإذا كيفن أوينز مصاب أتمنى نشوف سامي زين كفردي شوية يعني للما يرجع. وبرومو كودي رودز لا بأس، بس ما عرفنا نوع المباراة. إيه حتى الآن في سامر سلام أتمنى يكون هيل إن أ سيل، بس ما أتوقع. كان في أخبار عن مباراة حبل الثور أو يمكن يكون كيج ماتش، أتمنى يختارون شيء وما يكون مباراة عادية، حتى لو نودي كيو أنا راضي. شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر، لايك وسبسكرايب لا تنسون، دائما أبدا بينكم وان.